السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصدقائي صديقاتي، مرحبا بكم في فيديو جديد. فيديو اليوم خاص بالصرف والتحويل المعتل في الأزمنة الثلاثة، الحصة الثانية، الصفحة 76 من مرجع المنير في اللغة العربية للسنة الخامسة من التعليم الابتدائي. السؤال الأول: آتي بأفعال معتلة وأعرضها على أصدقائي وصديقاتي. إذن سأقترح مثلا يعني كأفعال معتلة: وجد، إذن وعد، قال، مال، نال، إذن ارتوى، إذن نوى، مثلا دعا إلى آخره. إذن يمكن أن نضيف كذلك نما، إذن نما. إذن هذه تعتبر أفعال معتلة. أصنف هذه الأفعال حسب الجدول الآتي: إذن وقف، سار، رعى، دعا، نام، يسور، إذن يئس، شد، عاد، وجد، قضى، ثم قال، يسور. إذن لنبدأ مع الفعل الأول: وقف. إذن فهو مثال لأنه معتل الأول. وقف، سار أجوف، رعى ناقص، نام إذن أجوف. إذن فعل يسر معتل الأول، إذن يسر. كذلك يئس. شد معتل الآخر. عاد معتل الوسط أجوف. وجد مثال. قضى إذن ناقص قضى. ثم قال إذن فهو أجوف. إذن هذه هي الأفعال: إذن رعى، قضى، ثم شدى. إذن نمر الآن إلى السؤال الموالي: أملأ الجدول الآتي بما يلي. يعني لدينا تصريف الأفعال: على، أنت علوت، هو يعلو في المضارع، نقول هو يعلو، أنت أعلو في الأمر، أنت أعلو. وعد، هي وعدت في الماضي، وعدت. أنتما تعدان، أنتم عدوا. كان، أنت كنت، نحن كنا، نحن كنا، أنتن كنا، كنا. بكى، هن بكينا. هي يعني تبكي في المضارع، هي تبكي. أنتما ابكيا. نسي، أنا نسيت، نسيت. هم ينسون، أنت انسي، أنت انسي. إذن هذا هو تصريف يعني الأفعال. نمر الآن إلى التراكيب، دائما من نفس الصفحة: الفعل اللازم والمتعدي. إذن أستخرج الأفعال من الجمل وأضعها في الخانات المخصصة لها. إذن سنحدد، إذن هل الأفعال هي أفعال لازمة أو أفعال متعدية. سأل الأب ابنه عن معنى الواجب. إذن سأل الأب ماذا ابنه، إذن فهو فعل، إذن سأل فعل متعدي لأنه تجاوز الفاعل إلى مفعول به. ترافع المحامي. إذا لاحظوا ما ترافع هنا، فيعني الفعل اكتفى فقط بالفاعل، إذا فهو لازم، إذا ترافع. ازدهرت مدينة العيون. إذا ازدهرت، فهنا الفعل ازدهر يعني لم يحتاج إلى مفعول به، إذا فهو فعل لازم، ازدهرت. أجاب الأب الإبن. إذن أجاب الأب ماذا؟ إذن الإبن، إذن فأجاب فعل متعدي لأنه تجاوز الفاعل إلى مفعول به. السؤال الموالي: أنتج جملتين تتضمن الأولى فعلا لازما والثانية فعلا متعديا. إذن سأقترح عليكم الجملة الأولى التي تتضمن فعل لازم. إذن تأخر الطبيب، تأخر
الطبيب. إذن فالفعل تأخر هنا فعل لازم لأنه اكتفى فقط بالفاعل. إذن الجملة تتضمن فعلا إذن متعديا. إذن يمكن أن نقول مثلا وجد علي كتابا ضائعا. وجد علي كتابا ضائعا. إذن فوجد تعدى الفاعل علي إلى كتابا مفعول به، إذن فهو فعل متعد. إذن إلى هنا تنتهي هذه الحصة. موعدنا يتجدد دائما على نفس القناة. كونوا في الموعد. إلى اللقاء.